السلام عليكم، ان شاء الله كامل تكونوا بخير وفي احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله راح نتقاسم معكم بعض الافكار. راه الموسم تاع الدلاع والبطيخ، حبيت نعطيكم معلومات كيفاش تختاروا النوعيه وكيفاش تاني تحتفظوا به مده طويله في الثلاجه، خاصه اذا كنتوا شريتوا حبه كبيره وكنتوا عائله صغيره وتخافوا لما يشد لكمش. دونك تبعوا معايا لا فيديو للاخير، ان شاء الله كامل تستفادوا، وكل معلومه ولا تدبيره نعرفها راني ما نبخلش عليكم ونتقاسمها معكم. دونك حتى نتوما تقاسموها مع احبابكم واصدقائكم لتعم الفائده بين الجميع. نرحب بالمشتركين اللي دخلوا معنا جدد، ان شاء الله عجبتهم القناه ومحتواها. نقول لكم ما تنساوش تضغطوا على زر الجرس ليصلكم الجديد والمفيد، وفرجه ممتعه للجميع. الوغ الدلاع هو من الفواكه الصيفيه المنعشه والمحببة عند معظم الناس. كيجي الموسم تاع الدلاع تلقاو إقبال كبير عليه ويشروه كامل الناس. دونك كيفاش راحين نختاروا هذه النوعية من الفواكه؟ أول حاجة نختاروا الدلاع اللي يكون اللون تاعو بيان فونسي، يكون أخضر غامق كما راكم تشوفوا، وتكون فيه هذيك لاطاش جون أو هذيك الطاشة الصفراء اللي راكم تشوفوا فيها أمامكم. هذا دليل على أن هذا الدلاع راهو طايب مليح في الشمس، بالتالي يكون فيه الماء وما يجيش ناشف. طبعا نختاروا تاني الحبة تاع الدلاع اللي تكون ثقيلة تكون فيها الماء. وكاين تاني انواع، كاين اللي الشكل تاعو هكذا الونجي يكون شكله بيضاوي، وكاين الدلاع اللي يجي دائري الشكل. بالنسبه لهذا البيضاوي يجي فيه بزاف الماء، اما اللي يكون الشكل تاعو دائري يكون بزاف حلو، وانتم لكم الاختيار. اذا حبيتوا فيه الماء بزاف تختاروا هاد النوعيه اللي يكون هكذا الونجي يكون بيضاوي، اذا حبيتوه حلو بزاف تختاروا الشكل الدائري. اما بالنسبه للبطيخ سي لا ميم شوز، نرفدوا الحبه تاع البطيخ نشموها، اذا كانت الريحه تاعها فورت يعني تكون قاطعه معناتها انه قادرين تلقاوه خاسر، يكون طايب بزياده وطايب بزاف. واذا كان الرائحه ما فيش تشموه ما فيه حتى ريحه، دونك هنا ما كاله تشروه راهو ناشف يعني ماشي طيب. لا ميم شوز تاني هو تكون فيه هذوك لي طاش صفرين دليل على انه طيب مليح في الشمس. وتاني بالنسبه هذا بالنسبه لهذا الكانتالو، اما بالنسبه للبطيخ العادي الاصفر تختاروا اللي يكون اللون تاعو غامق، يعني الصفوريه هذيك ما تكونش كيما القارص، يكون فونسي تكون فونسي. وتاني البطيخ فيه هذوك الخطوط، البطيخ الاخر هذاك الاصفر فيه هذيك الخطوط هكذا، كل ما يكونوا الخطوط بزاف ومتقاربين كل ما تجي هذيك الحبه تاع البطيخ حلوه. هذه بالنسبه لاختيار هاد الفاكهه. نروحوا الان كيفاش نحتفظوا به. اول حاجه راح نغسلوا الحبه تاع الدلاع مليح تحت العين، نديروا باسينه نحطوا فيها كميه تاع الخل، نغسلوا نحكوا بيدينا ولا نجيبوا لافيت ولا اي حاجه نغسلوا بها هذاك البطيخ وهذاك الدلاع مليح مليح، ومن بعد نشفوه ومن بعد نقطعوه. اذا نقسم الحبه تاع الدلاع الى قسمين او الى نصفين، وكل نص نعاود نقسمه ثاني هو الى جزئين، معناتها حبه تاع الدلاع نقسموها على اربعه، من بعد نجيبوا لو فيلم اليمونتير او البلاستيك الغذائي ونبلاستيفيو كل جزء هكذا وحده. كيما راكم تشوفوا لازم ما تخلوش كامل الهواء يدخل له، من جهه راحين تحتفظوا به كيما راكم تشوفوا في الثلاجه مده طويله، نهار اللي تنحوا له البلاستيك راكم راحين تلاحظوا انه كانكم هذا وين قطعتوه. تاني حاجة ما يمتصلكمش الروائح المختلطة تاع الثلاجة، يعني يبقى كيما هو الدلاع. دونك لازم تغطوه مليح بالبلاستيك كيما راكم تشوفوا بهذه الطريقة، وتحطوه في الثلاجة راح يشد لكم مدة أطول، تشد لكم حتى الخمس أيام ست أيام وهو على هذا الحال. إلا ميم شوز بوغ تاني البطيخ، كيف كيف تاني تبلاستيفيو بنفس الطريقة، تقسموه على جزئين نصفين ولا أربعة أقسام وتلموه بالبلاستيك الغذائي. وهذه هي التدبيرة تاع اليوم، ان شاء الله تكونوا كامل استفاديتو. ما تنسوناش بجيم وبارطاج، والى اللقاء في تدابير وصفات اخرى باذن الله. مع السلامه.